تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، وعربت معاليها في البرقية عن خالص تهانيها وتبريكاتها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات للبحرين في ظل المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة عاهل البلاد المفدى، وما تبذله الحكومة الموقرة من دعم مستمر للسلطة التشريعية خير دليل على حرص سموه بأن تكون مملكة البحرين نموذجا ناجحا من نماذج الدول المتقدمة من خلال ما نشهده من سلسلة المشاريع التطويرية المهمة التي تم إنجازها على مختلف الأصعدة، والتي تحمل بصمات رؤية سموه المستقبلية لخدمة مملكتنا الغالية. وأكدت رئيسة مجلس النواب على حرص المجلس على مواصلة التعاون القائم والمعهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقا لكل ما فيه الخير والنماء والتقدم للوطن والمواطن، داعية المولى عز وجل أن ينعم على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالصحة والسعادة، وعلى مملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار.